بدأت ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت، وصليت في الثاني على خير خلقه محمد من أذهب الضلالة والغلت. سألتك بالاسم المعظم قدره الذي لا يعرفه إلا أنت ومن بعثت، صلي عليه وعلى آله ما دام ذكرك قائما صلاة لا يقدر على إحصائها إلا أنت، وعلى جميع أنبياء الله المرسلين منذ آدم إلى قيام يوم الدين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى ما بعد قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون المؤمنون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة عنونت لها عنوانا أسميته وسميته الغفلة. لابد أن نربي أنفسنا من خلال مفاهيم ورثناها من مدرسة العصمة لمحمد ولآل محمد عليهم الصلوات التامات، ورثناها من المفاهيم القرآنية البحتة. وهذه المفاهيم تكون بمثابة الأسلحة التي نواجه بها عدو الله تعالى وعدونا، وهو إبليس الخبيث لعنة الله عليه. إنه من الأسلحة الفتاكة التي يفتك بها الخبيث إبليس ببني آدم، وعلى وجه الخصوص بالمؤمنين، لهو سلاح الغفلة التي نراها كمكمن دقيق يكمن من خلاله هذا اللعين للمؤمنين، حيث يدخلهم في غفلة عما أراده الله تعالى منهم. وبهذا أدبنا آل البيت عليهم الصلوات التامات من خلال بعض الأدعية الواردة، حيث قال بعضهم: أم لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني. إن معنى الغفلة واقعا هو قلة التبصر. الآن نحن نعرف الغفلة، وبعد هذا التعريف أيها المؤمنون سنأتي إلى عاقبة الغفلة وإلى علامات الغافل، ومن ثم نستعرض بعض علاجات هذه الغفلة. إذن تعريف الغفلة هو قلة التبصر وعدم تأثر الإنسان بالآيات والعبر التي تجري حوله، وذلك لقسوة قلبه وركونه إلى الدنيا فيعمى عن هذه الآيات رغم إحاطته بها. وهذا يدلل عليه قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدق الله العلي العظيم. حينما تكون وسائل الإيقاظ من حولك وتكون غافلا، اعلم أنه ينطبق عليك قول الله تعالى أنك كنت في الغافلين. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صدق الله العلي العظيم. الغفلة كسلاح إبليسي لابد أن نواجهه
بسلاح إلهي رباني يكون من النبع الأصفى الذي مكننا من قتال هذا الخبيث على مر السنين والأيام من خلال أسلحة مضادة لهذا السلاح. قبل أن أدخل إلى السلاح وإلى العلاج، دعوني أحدثكم عن عاقبة الغفلة. أول عاقبة للغفلة هي الخروج من الرحمة الإلهية. من الطبيعي أن أمل الإنسان في نجاته هو الرحمة الإلهية، وبذا أمرنا الله تعالى أن لا نقنط، أن لا نيأس من رحمته. عليه، على ما تقدم ذكره، فليأسوا منها، من الرحمة الإلهية، معناه أن يشمل العقاب لليائس وللقانط، لأن الغفلة قلنا تخرجنا من الرحمة الإلهية. كما ورد في الدعاء: أم لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني. وهذا وارد في كتاب عيون الحكم والمواعظ. إذن العاقبة الأولى للغفلة هي أن يخرج الغافل من الرحمة الإلهية، وإن خرج من الرحمة الإلهية توجه الخسران المبين، فإن إبليس الخبيث لعنة الله عليه آيس من رحمة الله، ولكنه في يوم الحشر يخرج بعنقه الخبيث لينظر إلى رحمة الله وليتبرأ من كل ما فعله مع خلق الله تعالى. العاقبة الثانية هي أن النار عاقبة الغافلين. أكد الله تبارك وتعالى سوء المصير في الآخرة لأهل الغفلة، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. وهذه الآيات وهاتان الآيتان إن دلتا على شيء فتدلان على أن النار تكون عاقبة للغافلين، وهذا بصريح القرآن الكريم. العاقبة الثالثة أن الغفلة تورث قساوة القلب. وأكتفي بحديث لسيدي ومولاي الإمام الباقر عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين الصلوات التامات، قال: إياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب، ومن قسى قلبه أيها المؤمنون ووقع في الغفلة وكانت الغفلة مقدمة لقساوة قلبه فقد سار بطريق جهنم والعياذ بالله. وهذا
واضح صريح من خلال الآيات القرآنية التي تلوتها على مسامعكم الكريمة الآن، ومن خلال أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. أكتفي بهذا المقدار حول عاقبة الغفلة، وأنتقل إلى عنوان آخر وهو علامات الغافل، يعني كيف تعرف نفسك أنك من الغافلين. إن من الأمور التي يراقبها الإنسان في نفسه حتى لا ينزلق إلى دائرة الغافلين وهو لا يشعر، وأذكر منها: إذا أردت أن تعلم نفسك هل أنك من الغافلين أم لا، أورد على مسمعك الطيب بعض العلامات والدلالات. العلامة الأولى هي عدم الاستعداد. قال حضرة أمير المؤمنين الأوحد علي عليه الصلوات التامات: ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد، أو فنسى الرحلة ولم يستعد. عدم الاستعداد إلى الرحلة الطويلة التي تكون المحطة الأخيرة بها إما الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، أو النار، أبعدنا الله تعالى وإياكم عنها. هذه الرحلة لا بد لها من استعداد، فإن غفلت عن هذا الاستعداد يكون الويل نصيبا لك، لأنه غلبت عليك الغفلة ولم تستعد ولم تكن مؤهلا مجهزا لهذه الرحلة، كما الذي يذهب في عالم الدنيا برحلة من خلال أداة السفر كالسيارة أو الطائرة، ولا يكون قد عبأها بالوقود والمعدات اللازمة لسفره الطويل. العلامة الثانية هي الاغترار بالدنيا. قال حضرة أمير المؤمنين الأوحد علي عليه الصلوات التامات: سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور. وهذا حديث في غاية الدقة. حينما يغتر الإنسان بعالم الدنيا، بعالم الفناء، بعالم الزوال، وأنا أسأل سؤالا لكل ذي عقل: هل إن الدنيا دار ممر إلى دار مقر أم هي دار استقرار؟ إن قلت دار استقرار، أو إن قلت أن الدنيا دار استقرار، طلبت منك الدليل. وإن قلت أن الدنيا دار ممر أحسنت القول، وبذا ألزمنا العقل والنقل. فالاغترار بها يكون مخالفا لأبسط القواعد العقلية. وسكر الغفلة كما وضح حضرة المولى عليه الصلوات التامات، وسكر الغرور بالدنيا هو أصعب وأقوى من سكر الخمور والعياذ بالله. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، صدق الله العلي العظيم. أما النقطة الثالثة في هذا المحور، أن من علامات الغافل أيضا اللهو والنسيان والسهو. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لقمان لابنه: لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها، وللغافل ثلاث علامات: اللهو
والسهو والنسيان. فعلامة من علامات الغافل هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاثة. بعدما تحدثنا بسرد مبسط يتسع له المقام من حيث الوقت معكم أيها المؤمنون، نأتي لنورد على مسامعكم الطيبة علاجا أو بعض علاجات للغفلة. العلاج الأول محاسبة النفس، فقد قال أمير المؤمنين الأوحد علي عليه الصلوات التامات: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. أنت إذا أتيت لتحاسب نفسك في كل يوم، خاصة كما ورد في الأثر قبل النوم، هذا الحساب يورث عندك تأنيب ضمير، تغييرا في مسلكيتك، يخرجك من دائرة الغفلة. وقال الإمام الكاظم عليه الصلوات التامات: يا هشام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد منه، وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب. صدق أئمتنا. العلاج الثاني هو المراقبة. قلنا أن العلاج الأول هو محاسبة النفس، العلاج الثاني المراقبة، أي التدقيق ومراعاة أمانة الرسالة في كافة أفعاله. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العلي العظيم. وأما مع النسيان والتفريط فإن الجزاء سيكون حرمان الرضا والرضوان، كما عبر تعالى: نسوا الله فنسيهم. العلاج الثالث وبه أختم هو التفكر، أي التأمل في هذا الوجود وفي أسراره. قال الإمام الحسين عليه السلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. أيها الإخوة المؤمنون، لله در من قال: يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم أخي كم لا تخاف موقفا، يستنطق الله به الجوارح. وعجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضح؟ كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد حوت الفضائح؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ فاعمل لميزانك خيرا، فعسى يكون في يوم الحساب راجحا. أسأل الله تعالى لي ولكم أن لا نكون من الغافلين، وأن لا ينطبق علينا هذا العنوان الذي يجعلنا في دائرة المبتعدين عن جادة الصواب. وأسألكم الدعاء بعدما أستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.